السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل، إقالة كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق والرجاء السابق والوداد السابق من تدريب نادي الوداد. القرار ده بعد تعادل امبارح الوداد، وإن الرجاء فرق عنه بفارق 5 نقط في السباق على الدوري. وطبعا الزمالك النهارده كان بيتكلم على إن كانت فرصة الأهلي إن هو يلعب الوداد، والوداد ما بيتمرنش، الوداد إيه اللي ما بيتمرنش؟ رجاء إيه اللي ما بيتمرنش؟ الناس دي بتتمرن وبتلعب ماتشات، ما بتتمرنش إزاي؟ يعني هيلعبوا ماتشات مش هيتمرنوا؟ الناس دي بتلعب ماتشات والدوري بتاعها شغال والدنيا جميلة، الناس بتتمرن. والنهارده إقالة المدرب جاريدو، كنت أتمنى إن جاريدو يكمل، لأن لو جابوا لنا مدرب مغربي ماتش الأهلي هيجي يرخم الماتش وهيقفل وهيلعب تقفيل، وهيبقى ماتش رخم جدا زي ما عملوا في ماتش 2017، والمدرب اللي كان معاهم ده كان مدرب رخم قوي. فجاريدو كان ممكن يجي هنا يفتح ماتش، هناك يفتح الماتش، الناس انت عارفين المدربين الاجانب ما بيقفلوش قوي زي المدربين العرب. فمن الاخر كده قالت المدرب جاريدو مش في مصلحة الاهلي قوي، لان لو جابوا مدرب مغربي هيرخم الماتش وهيلعب برخامة كبيرة جدا، ويبقى الماتش مقفول هنا وهناك، انما جاريدو كان هيبقى ماتش مفتوح هنا وهناك. بس حابب اتكلم عن الخبر السريع ده. ودلوقتي بتقام ماتشين في الدوري المصري، المقاولين متقدم على حرس الحدود 2-1، واسوان الحصان الاسود السنه دي الفرقه الغير متوقعه كسبه الانتاج الحربي 2-0. اتمنى التوفيق لاسوان، اتمنى التوفيق للانتاج، نتمنى التوفيق لكل فرق الدوري المصري ما عدا ناس كده ملناش دعوه بيها. طبعا لو اول مره تزورنا في القناه يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان تتابع كل اخبار واخبار النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.